لو الحكاية فيها إن فيديو. تاني يوم بقى بعد كده اللي حصل طلبوني طبعا وكده والكلام ده من هنا وهنا وتوديت كذا مرة يعني على الكاميرات وكده مدرسة المدير الديفيجن دي والزهور دخلت الاثنين بس ما اتعرفش عليها أكتر في مدرسة الزهور لأن مدرسة الزهور كمان بتاعتها أوضح يعني وكده وبعدين جايبها من قريب شوية يعني هي ماشية قرب المدرسة وهي نزلت مني بس قبلها كان في ولد لابس شورت وتيشيرت وشبشب لا هو يعني بين ايه بين ال 14 سنه و 15 يعني اقل من 20 بكتير المهم يعني هي نزلت من التاكسي وكده وهي نازله من التاكسي وطالعه الرصيف الولد ده كان اصلا جاي يمشي من تحت مش راكب معاها التاكسي طلع ووقف على الرصيف وعمل شاور لها كده بس بسرعه والناس دي وهما الاثنين طلعوا بس ورا بعض يعني مش طلعوا سوا ولا اتكلموش اساسا نازله بتجري بقى نازله بتمد جدا بتمد جدا بتعمل كده وماسكه كيس اسود في ايديها كيس اسود وهي طالعه فاضيه طالعه فاضيه اللي والدي كان بيدفن كانوا مقربين على الحلوان كل شويه يتصل بيا يقول لي خساره قربت وهو مقرب وهو جاي بتاع دون هم خدوني معاهم ورحت بقى للمكان كده سافرت كده بس معرفتش بقى لما ركبت طبعا العربيه ان انا ايه مسافره والكلام ده طبعا الشغل بقى طبعا انت عارف يعني والكلام ده وصلت الحمد لله وكده ودخلنا ووقفنا شويه ودخلوا كده وعملوا اللي عملوه المباحث وكده ولقوا شويه موبايلات اتعرفت عليهم مش هما بعد كده دخل تاني دخلوا في البيت والكلام ده من جوه المباحث ودوروا تاني فيش يعني 5 دقايق او دقيقتين يعني حاجه زي كده ما بين الدقيقتين وخمس دقايق طلعوا لي بالموبايلين بتوع والدتي لا انا ما كنتش متوقعه بالكاميرات ما شكتش فيها طب بعد لانها كانت عندنا من اسبوعين واخده 1000 جنيه من مامتي طب بعد الكاميرات والتليفونات اللي انت شفتيهم بايدك ايه احساس الامور؟ بقيت اقول بقى يا بنتي الكلب يا بنتي الكلب ايه اللي انت عملتيه ده ومش اللي عملتي فينا كده وحسيت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بقيت مذهوله طب وهي رد فعلها؟ انها متخيله وهي رد فعلك هي كانت جايه معاهم راحت الدفنه وراجعه معاهم في الطريق بس المهم يعني انا لقينا المسروقات وكده طلعوا لي الموبايلين وتعرفت على مين طلعوا بتوعنا وبعد كده الاستاذ دخل جاب لي حاجه من جوه الثانيه وبعدها جه قال لي مبروك بس في